بناء على القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية بالانتقال إلى المستوى الأخضر ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا واستكمالا لإجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، أصدر السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية توجيهات الخدمة المدنية، والتي جاء فيها بأنه اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد الموافق 18 من يوليو سيتم تطبيق سياسة العمل من المنزل بكافة الجهات الحكومية بنسبة 50% من عدد الموظفين في الجهة الحكومية وفقا للضوابط والمعايير المعمول بها حاليا. وأوضح السيد أحمد بن زايد الزايد بأنه وفقا لقرارات الفريق الوطني الطبي لتفعيل إجراءات المستوى البرتقالي بالتزامن مع إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، سيتم تطبيق سياسة العمل من المنزل بكافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 من يوليو وحتى إشعار آخر بنسبة 70% من عدد الموظفين في الجهة الحكومية وفقا للضوابط والمعايير المعمول بها حاليا. وأضاف رئيس جهاز الخدمة المدنية بأنه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 من يوليو الجاري وحتى إشعار آخر سيقتصر استقبال ودخول المراجعين لمراكز الخدمة والمكاتب الحكومية على الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من الفيروس، ولمن هم دون 12 عاما بصحبة شخص متطعم أو متعافٍ.